أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، آتاهن الله شرف أنهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لكن عندما يأتي الإنسان للتقسيمات يلحظ أن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بلغها جبرائيل عليه السلام سلام ربها، وهذه خصيصة لم تعطى لأي أحد من أمهات المؤمنين، بل لم تعطى لأي امرأة فيما نعلم، فهذه منقبة لها. لكن ينبغي أن يعلم أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، وإذا أراد أحد أن يفاضل بين اثنين فلينظر من الوجوه كلها، لكن هذه خصيصة مرجحة لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كما أنه يعلم أن فاطمة هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية رضي الله عنها وأرضاها، وأنها قال في حقها النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، وهذا حديث له دلالته القوية في رفع شأن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وحسبها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في دروس سابقة في ميزانها، إذ أنها فجعت به صلوات الله وسلامه عليه.